وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدرس السابق تكلمنا عن ميم الجمع، وقلنا إنها هي ميم جمع المذكرين، وإن قالون وورش اختلفا في بعض حالاتها، فهي عادة تكون مسكنة وتضم إذا لقيها ساكن، إذا لقيها متحرك فهي ساكنة، وإذا لقيها ساكن فتضم لالتقاء الساكنين. وقلنا إن ورش يضمها ويصلها بواو إذا لقيت همزة قطع، وأما قالون فعنده الوجهان، يضمها سواء جاءت بعدها همزة قطع أو حرف آخر، لابد أن يكون متحركا، يصلها بواو ويضمها أو يسكنها في كل عند كل الحروف، فعنده وجهان. ويعني لاحظنا أن الناظم لم يذكر وجه ضم الميم وصلته، يعني اقتصر على الإسكان لأنه هو الأشهر عن قالون، يعني هناك من يقتصر على وجه آخر في نظمه أو في تأليفه. مثلا نجد كثيرا من كتب التجويد مثلا تقتصر لورش على وجه واحد أو على أي قارئ من القراء، يعني الوجه المقروء به أو المشهور يعني يقتصرون عليه. فوقفنا عند البيت الأخير، يعني عند الإشمام في ميم الجمع، فقال إن الوقف يكون بالإسكان، وهو عند يعني عند جميع القراء. وهناك من قال بجواز الإشمام في ميم الجمع، وهناك من منع الإشمام في ميم الجمع. وقلنا إن مسألة الروم والإشمام سوف نفسره ونطبقه حين نصل إلى باب الإشمام والروم. وأما من قال بجواز الإشمام في ميم الجمع فهو مكي بن أبي طالب القيسي، وهو يعني مشهور، هو صاحب التبصرة وصاحب الكشف في وجوه القراءات السبع، قال بجواز الإشمام في ميم الجمع. وأما الإمام الداني فمنع الإشمام في ميم الجمع، وهو المعمول به، يعني ميم الجمع لا يعمل فيها الإشمام والروم، بل تقرأ يعني نقف عليها بالإسكان فقط. يعني فمسألة صلة الميم بواو مثلا سواء عليهم أنظرتهم، يعني حين نقف سواء عليهم، دائما الوقف بالسكون لا نقف بشيء آخر في ميم الجمع. ومسألة الروم، يعني معنى الروم هو الوقف ببعض الحركة، يعني نقف ببعض الحركة وقدر بالثلث، يعني الحركة نترك منها ثلثين ونقف بثلث الحركة، وسوف نفسر هذا في باب الوقف إن شاء الله على باب الإشمام والرأي. وثم قال الناظم: القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. هنا ابتدأ الكلام عن هاء الكناية، يعني هاء الكناية هاء الضمير الواحد، يعني تسمى هاء الضمير، يعني تكني عن الضمير المفرد المذكر، هذه تسمى عند القراء هاء الكناية، يعني تكني يعني تدل على أن المتكلم واحد مفرد يعني مذكر. يعني فحين نقول المفرد المذكر خرجت هاء المؤنث مثلا عليها، خرجت هاء الاثنين عليهما، هذه لا، خرجت هاء الجمع عليهم، هذه ليست
هاء كناية. أما هاء الكناية فهي هاء المفرد المذكر الغائب. مثلا وتدخل على الاسم وتدخل على الفعل وتدخل على الحرف. مثلا الاسم رسوله، مثلا الفعل جاءه أكله، الحرف من هو من تدخل عليه الهاء، منه له فيه، هذه كلها هاء كناية يعني تدل على المفرد المذكر. وحين قال القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، هنا حين قال القول في هاء ضمير الواحد هنا يوجد بين في وهاء مضمر، يعني القول في أحكام هاء ضمير الواحد، يعني فهنا ضمير محذوف. وقال والخلف في قصر ومد زائد، هنا يعني وضح أن هناك الخلف فيعود على أحكام يعني مقدرة، أحكام هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد، فالخلف فيها يكون بين القصر والمد، هنا يعني عبروا بالقصر والمد وليس دائما مد، ولكن يعبرون في صلة هاء الكناية بالمد، حين يقول مدها أو وصلها يعني أنه قرأ بضمها ووصلها بواو إذا كانت مضمومة، أو إذا كانت مكسورة أو قبلها ياء توصل بياء. وأما إذا جاء بعدها يعني همز فهنا يصبح المد المنفصل، فكل يمد حسب أصله. يعني هذه هو تعريف هاء الكناية التي سوف نتكلم عنها في هذا الدرس. وأما الهاء الأصلية فلا تكون هاء كناية، مثلا نفقه، يعني هنا الهاء ليست هاء كناية لأنها من أصول الكلمة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني هنا الهاء أصلية يعني فليست. مثلا ينتهي، ينتهي لا إن لم ينتهي يا لنس فاعل، يعني هذه الهاء أصلية ليست هاء كناية. هاء الكناية هي هاء الضمير الذي تكون زائدة، إذا حذفناها تبقى الكلمة صحيحة، رسول رسوله يعني أكل أكله يعني تبقى. أما هنا نفقه إذا حذفنا الهاء يعني لا تبقى الكلمة عندها معنى، فهذا معنى أنها تكون يعني زائدة دائما، وكما قلنا تتصل بالاسم والفعل والحرف. وهذه الهاء الكناية للعرب فيها لغات، يعني كما قلنا في ميم الجمع، هناك من يسكن ميم الجمع في لغته، هناك من يصل يضمها، وكذلك هاء الكناية فيها لغات، فهناك من يضمها ويصلها عليه به سواء كانت مضمومة أو مكسورة، يعني يضمها ويصلها، هذه لغة فصيحة يعني هي الأصل. وهناك من يضمها دون صلة، يعني يضم ولا يصل، وكذلك قرئ بها في القراء في المتواتر. وهناك من يكسرها إذا جاءت قبلها كسرة أو ياء ساكنة ويصلها، وهناك من يكسرها إذا جاءت قبلها كسرة أو ياء ساكنة ولكن لا يصلها، يعني فهذه أربع لغات في هاء الكناية. فلأن الأصل هو الضم فيها، لأن كل هاء كناية يمكن أن نضمها ولو كانت مكسورة يمكن نضمها والعكس لا. فمثلا في قراءة حمزة قال لأهليهم كثوا في الموضعين، قال لأهليهم كثوا يقرأها هو قال لأهليهم كثوا يضم الهاء، يعني فهذه قراءة صحيحة متواترة. فلذلك كل هاء يمكن مكسورة فيه يعني يمكن أن ليس يعني في القراءة ولكن في اللغة يمكن أن تضم، يعني لغتهم فيه به له، لأن الهاء المكسورة يمكن أن تضم والعكس لا. مثلا لهم لا يمكن أن نكسرها نقول لهم ولا لا يمكن لهم، لأن الأصل هو الضم.
ولكن فيه يمكن أن نقول فيه، يعني في لغة الضم. وكذلك مثلا في قراءة حفص يقول عليه الله، عليه الله، فمن أوفى بما عاهد عليه الله، يعني هذه قراءة حفص تسمعونها ليلة نهار في تسجيلات في يعني يقرأ هذه الحرف فقط يضم فيها الهاء في القرآن كله، لا يضم الهاء في موضع آخر، يعني هنا فقط يضمها في رواية حفص عن عاصم. وحمزة قلنا يقرأ في هذا يقرأ كذلك عليهم لديهم هذه هاء، ف يعني فأصلها الضم. ثم قال الناظم: واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. يعني لماذا هذه الصلة لهاء الكناية؟ لماذا يصلون هاء الكناية بواو أو بياء؟ يعني هنا يقال يعني في تعليل هذا الوجه أن الهاء يعني حرف يعني ضعيف خفي، ولذلك يقوونه بالصلة يعني لتقويته. ولأن وكذلك هناك من يقول يعني ليستوي مع هاء المؤنث وهاء الجمع، لأن هاء المؤنث فيها الألف عليها والمثنى فيها عليهما، فكذلك المفرد زادوه هذه الصلة لكي يكون مثل هاء المؤنث أو هاء الاثنين. يعني فهذا توجيه، يعني تعليل أو توجيه للقراءة فقط، أما القراءة فهي يعني نقل محض، ليس فيه اجتهاد ولا لماذا ولا تعليل ولا شيء، يعني هكذا قرأ عن كما قلنا. يعني ثم قال: فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. ها؟ يعني إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. هنا حين نقول نافع ما معنى نافع؟ يعني قالون وورش. يعني هذه الهاء لها أحوال، تأتي على أحوال في القرآن الكريم، يعني فعندها خمسة، نقول هناك من يكتفي بأربعة والحالة الخامسة يعللها بعد، وهناك كما قال هنا الشارح قال لها خمسة أحوال. يعني فهاء الكناية إما أن تأتي ما بين حركتين، يعني الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك، هذه التي تكلم عنها، إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. يعني إذا جاءت هاء الكناية قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، فقالون وورش يصلها بواو إذا كانت مضمومة، ويصلها بياء إذا كان قبلها مكسور أو ياء ساكنة، لا عفوا، إذا كان قبلها مكسور، أما إذا كان قبلها السكون لا توصل، عفوا، إذا كان قبلها يعني حركات كسر فيصلها بالياء، وإذا كان قبلها ضم أو فتح يصلها بالواو. يعني بالصلتين، هذا معنى بالصلتين، أي إما بالواو وإما بالياء، يعني لا بد أن تتوسط حركتين، انتبهوا، يعني تكون ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، يعني فهذه انتهينا منها. وإما أن تأتي بين ساكنين، مثلا بين متحركين، مثلا قال له صاحبه، قال له صاحبه، لا هو اللام متحركة والصاد متحركة، لا هو الهاء هي هاء الكناية، فهذه حين يعني مضمومة توصل بواو، إذا كانت مكسورة توصل بياء. ويمكن أن تأتي بين ساكنين، الحرف الذي قبلها ساكن والحرف الذي بعدها ساكن، هذه لا يصلها أحد من القراء، مثلا آتيناه الإنجيل،
آتينا، الألف ساكنة، هو ألف الوصل بعدها ساكن، فهي بين ساكنين لا توصل. يعني نقرأ آتيناه الإنجيل أو آتيناه الإنجيل، لا سواء هناك ورش لينقل أو الذي لا ينقل، يعني هذه لا توصل. هذه حالتين، حالة يصلها نافع، وهذه الحالة الثانية بين ساكنين لا يصلها. إحنا نتكلم عن نافع، إذا قلنا أشرنا إلى قراء آخرين هذا من باب توسع فقط. ويمكن أن تأتي قبلها متحرك وبعدها ساكن، قبلها متحرك وبعدها ساكن، هذه كذلك لا يصلها، لا يصلها. أو قبلها ساكن وبعدها متحرك، يعني كذلك لا يصلها، لا يصلها، لا ورش ولا قال. نشوف يعني نرى أمثلة، مثلا قبلها متحرك وبعدها ساكن، مثلا له الملك، لا لام متحركة وبعدها الساكن، مثلا له الأسماء، يعني قبلها متحرك وبعدها ساكن، بعدها ساكن يعني لا يصلها لا ورش ولا قالون. مثلا بعدها متحرك فيه هدى، فيه هدى، يعني هنا قبلها هو الساكن وبعدها المتحرك، كذلك لا يصلانها، لا يصلانها إلا إذا كانت بين متحركين، متحركين، الحرف الأول متحرك والثاني الذي بعدها متحرك، يعني توسطت حركتين، توسطت حركتين. أما هذه التي قبلها ساكن وبعدها متحرك فيصلها يعني ابن كثير المكي، يقول فيه هدى للمتقين، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، يعني يصلها ابن كثير بين القراء جميعا. لغة، لغة يعني هكذا نزلت، نزل بها القرآن هكذا، يعني لأن القرآن نزل بلغة العرب فهو يعني يقرأ بإحدى اللغات، يعني هذه أربع لغات للعرب فيها الكناية، هناك من يصلها في كلامه كله فنزلت بلغات العرب كلها. فقلنا نافع الذي يهمنا لا يصل هاء الكناية إلا إذا جاءت بين متحرك، يعني فهذه الأحوال الأخرى لا يصلها، يعني ليست فيها تلك الواو التي نرى في المصاحف، تلك الواو الصغيرة أو الياء صغيرة، هذه ليست من رسم المصحف، ليست من رسم الرسم العثماني، هي كالفتحة والضمة والكسرة والسكون، يعني هي حركة ليست من الرسم العثماني، ليست من الرسم العثماني، بل هي يعني زائدة على الرسم. ثم قال وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك، قبل محرك حري، يعني هنا هذه ليست يعني من باب التبرع، يعني زادها تبرعا منه. فهذه يعني هذه للإشارة، يعني قال بأن وفيها الهاء في الأخير، فقال بأن هذه الهاء يعني تعامل مثل هاء الكناية، ولو أنها ليست هاء كناية، هذه هي هاء منقلبة عن ياء، فأصلها هذه، قلبت هاء، فهي ليست هذه، ليست هاء، ولكنها يعني إذا جاء بعدها متحرك توصل، إذا كان بعدها مثلا هذه ناقة الله لكم آية، يعني هذه ناقة الله، نجد فيها تلك الياء الصغيرة مكتوبة في المصحف، فهذه هي الصلة، لأن بعدها ناقة النون متحركة فهذه توصل، إذا جاء بعدها ساكن لا توصل، مثلا هذه الأنهار، هذه الأنهار، لأن بعدها حرف ساكن لا توصل.
لان هي اصلها ليست هاء كنايه، بل هي اصلها ياء. هذه فقد قال شاعر قال: فهذه سيوف يا عدي بن مالك كثير، ولكن اين بالسيف ضارب. هذه قال، يعني هذا الشاهد على انها يعني العرب كانت تستعمل هذه بالياء. هذه سيوف يا عدي بن مالك كثير، ولكن أين بالسيف ضارب. يعني سيوف كثيرة ولكن ليس هناك من يستعملها. وهو لم يقل هنا لهذه إذا جاء قبلها متحرك، أو قال إذا جاء بعدها متحرك فقط. لماذا؟ إنها دائما ما قبلها متحرك، ها؟ دائما ما قبلها متحرك، فإذا جاء بعدها متحرك توصل، إذا جاء بعدها ساكن لا توصل. ثم قال، يعني هنا يعني بعض الهاءات الكناية في القرآن الكريم، وهي 16 موضعا، هذه هي التي يدور حولها الاختلاف عند القراء. وكذلك هذه 16 موضعا هي التي سيذكرها هنا الناظم، هي التي اختلف فيها في بعضها قالون وورش، فهي على ثلاثة أقسام. قسم اتفقوا على وصله، وقسم اتفق على قصره، وقسم اختلف فيه، فقصره قالون ووصله ورش. وهناك موضع واحد لقالون فيه الوجهين أو الوجهان. فهنا هو ابتدأ بالمختلف عليه، بدأ بالمختلف عليه فقال: واقصر، يعني هنا أمر بالقصر، اقرأ يعني اقرأ بالقصر في هذه المواضع. فقال: واقصر لقالون يؤديه معا ونؤتيه منها الثلاث جمعا، نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه، رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. يعني هنا ذكر المواضع التي اختلف فيها قالون وورش، قلنا 16 موضعا، يعني 3 مواضع اتفقا على وصلها، موضع واحد اتفق على قصره، المواضع الأخرى اختلف فيها فقصرها قالون ووصلها ورش. يعني هنا سنرى بالتفصيل هذه المواضع. في المواضع الثلاثة التي اتفق على وصلها، هنا ذكرها الشارح في الأول، فهي يره، يعني في صورة البلد، أيحسب أن لم يره أحد، يعني وفي صورة الزلزال أو الزلزلة، يعني هناك من يقول لها الزلزال، لأن بعض الصور يعني لها عدة أسماء، وهناك من الصور من لها اسمين وثلاثة وهكذا. يعني وهنا في صورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يره هنا، يره، وفي صورة البلد، أيحسب أن لم يره أحد، يعني هذا يره، يعني اتفق على وصلها، كلها يصلها ورش ويصلها قالون، 3 مواضع، موضع في سورة البلد وموضعان في سورة الزلزلة. يعني هنا في الأخير بعد أن نرى هذه المواضع التي اختلف فيها، سوف نرى تعليل هذه المواضع الأخرى. هنا يعني عدد هذه المواضع، قسم، يعني هذا المواضع الثلاثة اتفق على وصلها، موضع واحد اتفق على قصره وهو يرضه في سورة الزمر، في سورة الزمر، وإن تشكروا يرضه لكم، يعني فقالون وورش يقرآني يرضه لكم دون وصل، يرضه لكم، يعني ما في وصل، ما فيها صلة، لابد. نعم.
بصورة الزمر لا غير، موضع واحد. ثم هناك موضع روي عن قالون فيه الوجهان، وهو في سورة طه: ومن يأتيه مؤمنا، يعني لأن قالون لا يبذل الهمس، ومن يأتيه مؤمنا. هنا روي عنه القصر يعني عدم الصلة، وروي عنه أنه وصل يعني فله الوجهين. وبقيت المواضع الأخرى، يعني حين قلنا 16 موضعا ونقصنا 5، كم بقي؟ 11. نعم، 11 موضعا قصرها قالون ووصلها ورش، هي التي ذكرها في هذه الأبيات الثلاثة. واقصر لقالون، لقالون يؤديه مع، يعني هنا يؤديه مع، يعني يؤديه جاءت مرتين في سورة آل عمران. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يؤديه إليك، ليست هناك صلة، نعم قالون يؤديه إليك. أما ورش: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني هذا في موضعين، في يؤديه جاءت في موضعين في القرآن كله في آل عمران. نعم، الآية 75 في آل عمران. هنا بدأ هو بهذا القسم المختلف فيه، ثم قال: ونؤتيه ما منها الثلاثة جمعا، يعني فنؤتيه جاءت ثلاث مرات، ثلاث مرات يعني الثلاثة جمعا، يعني هذه نؤتيه ثلاث مرات، نؤتيه ثلاث مرات، يعني كذلك قصرها قالون ووصلها ورش. كذلك موضعين وقعا في آل عمران كذلك، وموقع وموضع في سورة الشورى. نعم، في آل عمران: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. وأما إذا قرأنا لورش: ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها، يعني نوته منها، لأن هنا ليس هناك سبب للمد، فيعني للمد، فهناك حركتان فقط للصلة، يعني مثل ما نقول الألف، يعني لأن حروف المد الثلاثة الياء والواو والألف، يعني هما فيهم المد في أصلهم، يعني ولو يعني لابد أن نمدها شيئا ما، يعني مثلا قال، ما نقولوش قال، قال، يا ياكل، يعني لابد من المد، نوته نوته، يعني هناك شيء من المد، ليس مثل الحروف الأخرى، مثلا أكل، لا نزيد في الحرف شيء. أما قال يعني هنا فيها، هذا هو المد الطبيعي، يسمى المد الطبيعي الذي يوجد في أصل الحرف، يعني فهي حروف مد، يعني حروف مد ثلاثة. فالألف يعني هي حرف مد، ولين دائما وأبدا، لأنها ما قبلها لا يكون إلا مفتوحة، يعني لا يمكن أن تأتي حركة أخرى قبل الألف، يعني هناك شيء ألف قبلها حركة غير الفتح لا توجد، فهي حرف مد ولين دائما. أما الواو والياء فهي تارة حرف مد فقط، وتارة حرف مد ولين، يعني فإذا مثلا نوتي ليس فيها لين، مثلا إذا قلنا خوف، هذه صب، إذا انفتح ما قبلها صارت حرف لين، يعني فيها شيء مد من نوع آخر يسمى مد اللين،
مثلا شيء، فهذه هذه كذلك فيها لين، وهذه سوف نرى المسائل في باب المد إن شاء الله. ثم قال الناظم، يعني نؤتيه هنا، قلنا موضعين في آل عمران وموضع في سورة الشورى، في من يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، هذه في آل عمران وفي الشورى، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، نؤتيه منها، أما ورش نؤتيه منها، يعني نزيد مد الصلة، نزيد المد الصلة. ثم قال نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه. نوله ونصله، نوله ما تولى، ونصله جهنم، في سورة النساء، في سورة النساء، يعني هذه كذلك يقرأها قالون بالقصر، نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني لا يزيد تلك الصلة. أما ورش نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني هذا يعني الحرفين. وكذلك يتقيه، يعني هنا كذلك بصورة النور، بصورة النور كذلك يتقيه، يعني فقالوا يقصر وورش يصلها. وكذلك أرجه في سورة الأعراف، يعني موضعين، واحدة في سورة قال أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين في سورة الأعراف، وفي سورة الشعراء كذلك وابعث في المدائن، يعني هنا في الأعراف وأرسل، وفي الشعراء وابعث، يعني هذا الفرق بين الآيتين. فقالون يقرأ قال أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، وورش أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، يعني يزيد مد الصلة. نعم حركتين. إذا كان هنا، إذا كان ما السبب مثلا مثل يؤديه، يعني يمد ست حركات. ويعني قالون لا يمد لأن ليس عنده سبب للمد، ليس هناك حرف مد يؤديه إليه، يعني ولو قرأ بوجه مدي المد المنفصل لا يمد، لأن ليس هناك سبب للمد، ليس هناك حرف مد يؤديه إليه. هنا قلنا الموضعين، أرجه في الموضعين، موضع في سورة الأعراف وموضع في سورة الشعراء، الحرفين معا فألقيه، يعني بقي لنا حرف واحد وهو فألقيه في سورة النمل، اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم، فألقيه إليهم، قالوا. أما ورش فألقه إليهم، يعني هنا جاءت الهمزة فألقه إليهم، ست حركات المد المنفصل، ورش ست حركات فألقه إليهم، يعني نمد، يعني هذه هي المواضع الأحد عشر التي اختلف فيها. ولماذا قالون يعني لم يصل هذه الكلمات، وهي جاءت الهاء، قلنا إذا توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، إذا قلنا نافع فقالون وورش، يعني الهاء إذا توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، لماذا جاء وقال لنا هنا قالون لا يصلها وهي بين حركتين؟ يؤديه إليك، الدال مكسورة وبعدها همزة قطع مكسورة متحركين، قال رعاية لأصله في أصلها، هذه الكلمات أصلها قبلها ساكن، لأن أصل يؤديه يؤدي، أدى يؤدي، فأصلها يؤديه إليك، أصلها ياء ساكنة قبل الهاء أصل، ولكنها حين
كان في مضارع مجزوم حذفت الياء لأنها نعم حذف حرف العلة لأنها جواب الشرط يعني فهو مجزوم رعاية لأصله في أصلها. هنا قالون اعتبر أصل الكلمة فأصلها فيه ساكن قبل الهاء فهو لا يصل الهاء إذا كان قبلها ساكن فهو اعتبر الأصل. أما ورش فاعتبر الحال قال هنا الهاء بين حركتين فهو يصلها يعني على حالها التي هي عليه في الآن. أما قالون فاعتبر الأصل يعني كل هذه الكلمات الإحدى عشر أصلها يعني إما يعني مجزومة بالأمر يعني ولو كان الأمر يعني مبني فهو يعني اعتبر الأكثر فقال يعني أنها كلها مجزومة. إما الأمر أرجيه أمر يعني أصلها أرجي يعني فكلها يعني هذه إما يعني مجزوم فعل مضارع مجزوم أو فعل أمر هذه المواضيع الإحدى عشر. فقالون رعاية لأصله في أصلها يعني راعى أصل الكلمة. وأما ورش فأخذ الكلمة على حالها بين حركتين فوصلها بالصلتين. وقالون قال لا إن أصل هذه الكلمة الهاء قبلها ساكن لا توصل هذا هو السبب. ولكن هذه يعني رعاية لأصله في أصلها أو لأنها بين الحال وهذه ليست يعني وتعليل وتوجيه لرواية قالون ورواية ورش كما يعني هو المعروف دائما. أما الأصل فهو أنه يعني رواها هكذا عن شيخه والآخر رواها هكذا ويعرف الآخر يعرف هذا الوجه والآخر يعرف الوجه الآخر ولكن هذا اختار هذا الوجه وهذا اختار هذا الوجه. فالأصل كلها يؤديه نؤتيه نوليه نصليه يتقيه كلها أصلها قبلها ياء. ثم قال وصل بطاه الهاله من يأته على خلاف فيه عن رواته. هنا يتكلم عن قالون لأنه قبل ذلك يعني أمر بالقصر لقالون واقصر لقالون فهذه معطوفة على قوله الأول واقصر لقالون يعني فهو يتكلم وصل بطاه له لقالون يتكلم عن قالون يعني فمن يأته يعني هنا روي عنه الوجهان قالون إما القصر أو الصلة فأمر بوصل هائه لقالون على خلاف في الوصل عن رواته. فحين نقرأ لقالون هنا في سورة طه نعم نقرأ بالقصر ثم بالصلة. ثم قال ونافع بقصر يرضه قضى لتقل الضم وللذي مضى يعني فهنا رجع إلى القول لنافع قال قضى يعني حكم بأنه يقرأ يرضه بالقصر وإن تشكروا يرضه لكم يعني وهنا اتفق ورش وقالون على قراءة يرضه دون صلة يعني قضى نافع يعني نافع يقرأها دون صلة لماذا وورش يعني أصله أنه يقرأ بالصلة إذا جاءت الهاء بين متحركين فقالون على أصله يعني في هذه الكلمات يعني أصل الكلمة يرضى يرضى بالألف أصلها يعني قبلها ساكن فهو يعني عرفنا لماذا لا يصل هذه الكلمة. أما ورش لماذا يقصر هذه قال لي لتقل الضم وللذي مضى لأنه إذا وصلناها يعني هو دائما العرب تذهب إلى التخفيف في كلامها وإلى الانسجام يعني كل يعني يعني حركات جاءت غير منسجمة
فيحاولون تغييرها ليكون الكلام أكثر انسجاما وأكثر خفة، يعني يحبون الخفة في كلامهم. فلأن لو وصل يرضى هو لكنت يعني تصبح أثقل من ثقيلة. أما قالون للذي مضى، اللي قلنا بأنه أصلها قبلها سكون وبعدها متحرك. لذلك قصر هذه الكلمات. أما ورش يعني فعلته أنها تصبح أثقل. فكذلك نجد مثلا ورش يعني حين يبدل الهمز، قلنا بأنه يبدل الهمز ولكنه لا يبدل باب الإيواء المأوى تؤوي، يعني لماذا أبدل كل همز ولم يبدل هذا الباب؟ يعني فالتعليل لأنه يصبح أثقل من الإبدال، يعني يصبح ثقيلا. وكذلك نجد عند قراء آخرين بعض القواعد ولكن يستثنون بعض الكلمات لأنها تصبح يعني ثقيلة في الكلام فيستثنونها من القاعدة، لأن العربية يعني كلها يعني تهدف إلى الخفة في كلامهم. يعني فمسألة الهمز، لماذا يبدلون الهمز ويحذفونه؟ يعني يصبح الكلام خفيفا، يعني لأن الهمزة يعني حرف يعني صعب المخرج، يعني هو أبعد الحروف مخرجا، يعني المخارج تبدأ من أقصى الحلق إلى الشفتين إلى الخيشوم، فنجد الهمزة هي أبعد الحروف مخرجا، هي الأولى من تبدأ. ويعني لماذا يكون المد دائما عند الهمزة؟ يعني لأنها حرف يعني شديد مجهور، يعني صعب النطق، فيمدون ليتوصلوا بسهولة إلى النطق بهذا الحرف الشديد الصعب المخرج. يعني فهذه هي اللغة، لغة القرآن، لغة القرآن، وهو جاء بلسان عربي مبين. مبين قلنا وأرسل بطه الهاله من يأته على خلاف فيه عن رواته. ثم قال ونافع بقصر يرضه قضى لتقل الضم وللذي مضى. واضح واضح. ثم قال ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمها إذ غيره وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما فقد. دي وعرة. يعني ف يعني هو يعني قصر يرضه لتقل الضم ووصل يره، يعني اتفقا على وصل يره، قلنا في المواضع الثلاثة في سورة البلد وفي سورة الزلزلة. كذلك يره، يرى يراه، أصلها كذلك مثل الحروف الأخرى التي ذكرنا، ولكن اتفقا على وصلها، يعني نافع وصل يراه. لماذا قصر يرضه ووصل يراه؟ فهنا الناظم يقول لم يكن يراه، يعني يراه هنا يراه الأولى يعني من الرؤية، يعني لم يكن نافع يرى القصر في يراه. قال مع ضمها، يعني كذلك فيها الضم مثل يرضه، قال لأنها ثقيلة. وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما قد فقد. يعني هنا يقول لأن يرضه يعني حذفت لامه فقط، وأما يره فمحذوف عين الفعل ولامه، يعني لم تبقى إلا فاء الفعل. فالأصل في يرضه يرضى يو، يعني في الأصل أصل الكلمة نعم، على وزن يفعل أصلها يرضى يو هاي، فصار يعني استثقل الضم فصارت يرضى. ثم دخل عليها الجازم فأصبحت يرضى دون ألف، ودخلت عليها هاء الكناية فأصبحت
يرضاه، يعني محذوف منها اللام فقط الأخير. حين نقول لام الكلمة وعين الكلمة وفاء الكلمة، يعني نقيسها على فعل، يفعل، يؤمن، يرضاه، يرضى، يفعل، يعني هكذا نزين الكلمة. نقول بأن ورش يعني يبدل مثلا فاء الكلمة، فنصلها المؤمنون، المفعلون، يعني هنا الفاء جاءت في موضع الهمزة، فهذه فاء الكلمة، يعني أول الكلمة. مثل داخل فاعل، فالدال هي فاء الكلمة، والخاء هي عين الكلمة، واللام هي لام الكلمة، يعني وزن، مسألة وزن. نزن الكلمات بفعل. نعم. نصل، يعني هكذا نزن الكلمة لنعرف أين فاء الكلمة وأين عينها وأين لامها. فيرضاه يعني حذف منه الأخير، أخره فقط. أما يرى فأصله يرأي، يرأي، يعني فاستثقل الضم فأصبحت يرأى، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء فأصبحت يرى، ودخل الجازم فحذف فأصبحت يرى، يعني فالياء في الأول ياء المضارعة، الراء التي من يعني الكلمة فقط، الراء فقط، يعني يعني لم يريد أن يزيدها إعلالا فيقرأها بالقصر، يعني يزيد عليها هذا الإعلالان، حذف لامها وحذف عينها ثم يقصرها، يعني فلم يريد أن يزيدها إعلالا فقرأها بوصل هاء الكناية، يعني فيره وصلها لكي لا يعني يزيدها إعلالا، يعني هذا تعليل لماذا قرأ يرضه بالقصر ولماذا قرأ يره في المواضع الثلاثة بالوصل، يعني هذه مسألة تعليل فقط. ولا بد من الإشارة أن هذه الهاءات التي اختلف فيها ورش وقالون سواء كانت موصولة أو مقصورة، يعني فهي في الوقف ساكنة دائما وأبدا، يعني لا نقرأها إلا بالسكون، يعني هذه هي الهاءات. وهذه الهاءات يعني التي اختلف فيها قالون وورش كما قلنا هي التي اختلف فيها القراء الآخرون كذلك، وعندهم فيها وجوه كل هناك من يقرأ